ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فكرة الفيديو ده هنتكلم فيه عن كل اخبار نادي الزمالك وكل حاجة حصلت جوه نادي الزمالك، وبرضه هنتكلم عن منتخب مصر وبعض الاخطاء اللي حصلت في ماتش الاهلي امبارح قدام نادي المقاولين العرب. اول حاجة هنتكلم فيها عن الحكم جهاد جريشة، طلع واتكلم في حوار اول جول بتاع المقاولين العرب، اللي كان مدافع المقاولين العرب حط الكرة في الجون في مرمى الشناوي. ف اتكلم وقال كابتن جهاد جريش، اتكلم وقال ان الهدف صحيح ومفيهوش اي اخطاء، بس يعني ما ينفعش الاهلي يخسر، والاهلي فريق كبير طبعا، بس ما ينفعش الاهلي يخسر، وبرضه ما ينفعش ان الاهلي يخسر دوريين ورا بعض، فلازم اي سبب يخلي الاهلي يتعادل او يكسب، حتى لو الاهلي خسران طول الماتش، ولازم اخر كام دقيقه كده الاهلي يكسب باي طريقه. ده كانت اول اخبار معانا ان كابتن جهاد جريشه قال ان الهدف صحيح 100% ومفهوش اي مشكله. الخبر التاني معانا، وكأس العرب تم استبعاد كل من طارق حامد وابو جبل. يعني ما ينفعش طارق للمرة التانية، طارق حامد يستبعد عن القائمة الأساسية لمنتخب مصر، وكروش للمرة التانية انه يستبعده، مش عارف ليه، مع ان طارق حامد من احسن اللعيبة ولعيب كويس جدا. يعني ممكن نقول ابو جبل استبعد لانه اخر ماتش ما لعبش مع نادي الزمالك، او ما ظهرش فترة فاتت بمستوى كويس، فكروش استبعده، بس مش عارف ليه. كروش برضه استبعد طارق حامد مع انه مكسب كبير ليه جدا مع المنتخب. الخبر التالي معانا، وتم استدعاء كل من نادي الزمالك، تم استدعاء خماسي نادي الزمالك كل من احمد ابو الفتوح، محمود والونش، وامام عاشور، ومصطفى فتحي، واحمد سيد زيزو. وبرضه استدعى كل من لعيبه نادي الزمالك المهاره، حسين فيصل، وبرضه مروان حمدي. خبر تاني معانا، وكارتيرون عايز يرفع الحمل البدني للاعيبة نادي الزمالك، لان ما كانش عاجبه قوي البدني للاعيبة نادي الزمالك في ماتش الاسماعيلي اللي فات، وكان حاسس اللعيبة بتتعب، تعبت بدري، او ما بيقدرش انها تكمل المباراة للاخر، فهو حابب ان هو يرفع الحمل البدني، خاصة اللي مفيش برضه، مش هنعمل صفقات في يناير القادم لأنه مقفول عندنا رقيب، فعايز إن اللعيبة تفضل مكملة بنفس نفسها لغاية نهاية الدوري. الخبر التالي معانا، وانتهت الحمد لله، انتهت عقوبة حازم إمام اللي هي كانت 4 مباريات، وكارتيرون عايز بيجهزوا لقود مباراة او انه يشارك اساسي في مباراة البنك الاهلي القادمة. ومبروك يا حازم، وان شاء الله عقبة شيكابالا كمان هي كمان تنتهي. الخبر التاني معانا، وكارتيرون مبسوط جدا من اداء حمزة المسلوسي، وبرضه اعترف بخطأ عبد الله جمعة ان هو بيلعبه باك يمين، وعبد الله جمعة بيلعب برجله الشمال، فهو برضه اعترف بالخطأ ده وعدل خطأه في المباراة اللي فاتت، وبرضه كان مبسوط من حمزة المسلوسي وخلاه يشارك كتبديل على حساب عبد الله جمعة. الخبر التالي معانا، وان شاء الله نادي الزمالك هيلاعب يوم الاثنين الجاي، هيلاعب نادي البنك الاهلي، وحسين فيصل هيشارك ان شاء الله في المباراة القادمة، لانه خلاص خلصت اصابته، وان شاء الله هيشارك في المباراة القادمة، ومباراته الساعة 8 مساء. الخبر التالي معانا، واللجنة المؤقتة داخل نادي الزمالك بتقول او بتصرح وبتقول ان هي ان شاء الله هتعمل جلسة مع كابتن اشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، وعشان تعرف منه اخر قراراته، او تعرف منه اذا كان ان هو هيجدد لنادي الزمالك ولا لا. ودي ان شاء الله لجنة المقاطعة بتقول انها هتبقى اخر جلسة مع اشرف بن شرقي، مش عارف ليه اللجنة المؤقتة بتقولها كده على العلن، يعني كان من ممكن لا تقول في سرية، او تتكلم مع العيب في السر، او مش لازم انها تعلن،
عشان اللاعب ما يتوترش او ما يجيلوش عروض يعني او يتشتت اللاعب من الاعلام او كده. الخبر التالي معانا، ونادي بازل السويسري بيعلن على صفحته الرسمية وبيقول فيها انه ان شاء الله هيواجه نادي الزمالك في اول مبارياته، وهيستبعد نادي الزمالك هيستبعد كلا من مباراة بازل السويسري، هيستبعد كلا من خماسي نادي الزمالك، يعني الخمس اللعيبة اللي هيشاركوا مع منتخب مصر هما اللي هيستبعدوا من مباراة بازل السويسري. الخبر التالي معانا، ومبارك للكوماندوس انه يفوز وانه بيفوز على نادي هيليوليدو بنتيجة 24-19، ومبروك الفوز يا رجالة، وان شاء الله نفوز في المباراة الجاية. الخبر التالي معانا ويخص نادي الزمالك لكرة السلة، نادي الزمالك لكرة السلة يفوز على نادي مصر للتأمين، يعني بقى لنا كذا بطولة وكذا ماتش، أول مرة التالتة على التوالي نادي مصر للتأمين يفوز نادي الزمالك، فمش عارف ليه، أصلا كان بيلعبوا من الناشئين وكده، فإن شاء الله نادي الزمالك لكرة السلة يقدموا مستوى أحسن من كده، لأن كان كل مرة نادي مصر التأمين بيفوز على نادي الزمالك، مع إن نادي الزمالك واخد ترتيب أعلى منه في الدوري، ما بس برضو مش عارف ليه بنخسر صراحة. ونادي الزمالك كسب النهاردة بنتيجة 63-42، ده لكاس المرتبط. وكده انتهت اخبارنا النهارده. قبل ما انهي الفيديو، بس لو اي حد حابب يتواصل معايا هسيب لكم رقم تحت في الديسكريبشن، رقم الواتساب، لو اي حد حابب انه يتواصل معايا او يتكلم معايا في اي مشكله لنادي الزمالك او اي خبر جديد. وان شاء الله في الايام الجايه اول ما نوصل 100 مشترك هنعمل ان شاء الله جروب كده صغير، يعني عشان نقول في اخبار نادي الزمالك، ان لو في حد برضو معرفش انه يشوف الفيديو يقدر يشوف مثلا اخبار نادي الزمالك. وبرضه هسيب لكم لينك الفيديو اللي فات في الديسكريبشن، يا ريت كل الناس تروح تتفرج على الفيديو اللي فات، اللي ده كان فيه اخبار كتيره جدا واخبار مهمه جدا، وممكن اخبار اتكلمنا برضه عن مشكله التحكيم مع نادي الاهلي، وان النادي الاهلي كذا كوره امبارح او كسب امبارح، يعني مش عايزين نقول بالتحكيم بس يعني كان الفوز كان المفروض من نصيب المقاولين، بس ما ينفعش ان الاهلي يخسر. وكده انتهت اخبارنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصل لك اي فيديو جديد هنزله، عشان يوصل لكم كل اخبار نادي الزمالك وكل اخبار منتخب مصر. شكرا.